هاي انا جاي عليك، بس نزلت اتناول لي حاجه كده. عندك شنو؟ اخي زيت، هي زيت يا اخي. هاي فزع. اها مالك يا رنو؟ انت يا فزع كل مره بتشربني اي زيت وخلاص، تتعامل معي زي الزول العطشان كل مره واقف في سبيله البصلصه غير ال... يا رنو لو سمحتي الكلام ده ما صح منك. انا نص مرتبي، نص مرتبي شنو؟ انا مرتبي كله ماشي في بنزينك يا اخي. انا كنت باكل طعميه بالبيض بسببك، بقيت باكل ساده. ما هو البنزين ده عشان يوديك شغلك والمشاوير اللي ما في لها داعي دي. يا رنو لو سمحتي من غير مطاعنات. تذكر لما جاني التهاب مكنه من الزيوت اللي بتشربني لها عملت لي شنو؟ ما وديتك للميكانيك اللي في نهايه الشارع تحت النيمه. معقول يا فزع؟ الناس بتودي عربات التواكيل، انت توديني تحت النيمه؟ انت ماشي صلحني ولا تحلق لي؟ والله زول تحت النيمه ده لو ما ظروف بس كان شغال في ناسا. خلاص يا فزع فرتقني حته حته وبيعني لو سبيرات. عربيتك شريكتك في مشوارك، دلاله من دلالك. اختر لها زيوت فيدول الإنجليزية المصنعة من أجود الخامات، زيت ATF وزيت 5W30 اللي بتدي المحرك مقاومة عالية للحرارة والأكسدة والتآكل من ميجا الهندسية.